سلام شباب، نكمل بهذا الفيديو. نجي على الفايلات، بس نفتح الفايلات اللي سويناها. تقدر تأشر عليها كنترول تأشر أكثر من فايل، بس مجرد أول ضغط على زر الكنترول تختار أكثر من فايل. يعني هسه اخترت أول فايل، بعدين ثاني فايل، بعدين ثالث فايل. وبعد ضغط على الكنترول أثناء الاختيار أنا متأشر أكثر من فايل. ريموف اللي هو هذا إشارة الناقص، نحذف كل الفايلات. تيجي أنت هسه تدوس باك أب. اكو خاصية بالباك اب، الاسم انا افضل يترك كما هو على مود اذا كان التاريخ مضاف بصورة صحيحة بالمايكروتيك. راح نتعلم شلون نعدل التاريخ ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات. عوف الاسم مثل ما هو على مود يعطيك تاريخ الباك اب هذا، وخلي باسورد مثلا 1 2 3، هذا الباسورد سوي باك اب. راح تشوف عندك نزل هذا الاسم هذا الباك اب. هسه نجي مثلا نفتح التيرمينال اللي يريد يتعلم شلون رسة الراوتر اعدادات يصفرها بالتيرمينال سيستم، لانه هو تحت تبويب سيستم. راح تلاحظ اكو ريسيت كونفيجريشن، فتكتب انت ريسيت كونفيجريشن نو ديفولت، ما اريد يبقى اي شيء، اي اعدادات ما اريدها تبقى يس yes. ونضغط انتر راح يترسل ادمن. نيجي نضغط على الراوتر مالتنا، راح ينفتح بالتيرمينال بادمن فراغ. اي بي ادريس برنت، بس حتى نتاكد انه ماكو اي اعدادات. اذا هسه تريد ترجع باك اب كامل مو بطريقه الامبورت، سيستم باك اب، بعد الباك اب يقول لك شو تريد تسوي بالباك اب. دوس تاب بس حتى يطلع لك الاوامر الموجوده. راح يقول لك لو تسوي لود لو تاخذ باك اب. احنا هسه احنا مصفر الراوتر، نريد نحمل الباك اب ما ناخذ باك اب، فنقول له لود. بعد اللود ندوس تاب بس حتى نشوف شنو الاوامر الموجوده. نيم اسم الباك اب اللي تريده، دوس تاب حتى يطلع لك شنو الاسماء الموجوده اللي سويناه احنا اي كيو تيك. فنكتب حرف الاي وتاب ويكمل لنا الاسم. وراها الباسورد اللي سويناه 1 2 3، 1 2 3. هندوس انتر حيصير ريبوت للراوتر وراح ياخذ الاعدادات السابقة. يكتب حرف الواي باعتبار يس لان طلع لنا ريستور ان ريبوت، نقول له يس. هسه حيترست الراوتر وحندخل من جديد. حاليا تفسد ادمن فراغ، المفروض هسه رجعت الاعدادات ونقدر نفوت لها بالون بوكس. كونكت نشوف حاليا دي اتش سي بي سيرفر والسورس نات، وعندنا الاسماء الايثرات كلها رجعت بصورة طبيعية.